خلينا نتكلم. وحضرتك من شويه اتكلمت على قطر، مشهد انسحاب امير قطر اثناء طبعا كلمه الامين العام لجامعه الدول العربيه، وحديثه عن تدخلات ايرانيه وتركيه وما الى اخره، التدخلات الاقليميه في محيطنا، ووجود يعني دول بتوفر ليهم الملاذ او توفر ليهم الدخول بشكل امن، المشهد ده ازاي استوقفك؟ ويعني دايما الرئيس كان بيتكلم وبيوجه عدد من التساؤلات عن الارهاب واللي بيدعمه واللي بيموله والتدخلات الاقليميه ومين اللي وراها ومين اللي بيحركها ومين بيوفر لها الستار. الحديث بالشكل المباشر وانسحاب امير قطر، هل هنا نقدر نقول انه في حاله حراك، حاله مواجهه مع نفسنا؟ لا، هو امير قطر بالفعل اللي هو قام بيه هو بيؤكد لنا ان هو اعتراف. لن يحيد عن سياسته، يعني هو راى او يرى ان هناك يعني سياسه هو بيقوم بها وهي دي الصحيحه، وان هو لن يحيد عنها تحت اي ظرف من الظروف. فالفعل اللي هو قام بيه اليوم يعني في توقيته، لان هو يعني مسموح طبيعي، مسموح للقاده ان هم اثناء الجلسات ان هم يقوموا يعملوا لقاءات ثنائيه وكده، لكن التوقيت والفعل نفسه ان هو خرج لم يلتقي باحد يعني مثلا قائد تاني او زعيم تاني او كده في لقاء ثنائي، هو ما كانش في مبرر يعني. فهي دي اذا هو بيرسل رساله انه انا يعني لازلت مصر على سياستي اللي هي الجانحه البعيده تماما عن السرب العربي، وبالتالي اعتقد ان الامر كان مفهوم. وده يمكن يدي يعني موقف افضل للرباعيه العربيه اللي هي اصرت على موقفها في التعامل مع قطر منذ البدايه، واعتقد ان ده هينهي الجهود اللي بتقوم بها بعض الدول الخليجيه لايجاد يعني حلول وسط او وساطه ما بين قطر ودول المجلس التعاون الخليجي. فرسالته كانت واضحه، وبعتقد انه بيها يعني وضع قطر في حجمها الطبيعي يعني.